أحبائي من بلدة مريم المجدلية، منواصل دراستنا عن تعليم المسيح بالعظة الشهيرة، عظة المسيح على الجبل. مكتوب عن يسوع كان يطوف كل قرى الجليل، يعلم في مجامعهم، كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، وحتماً كان بيخرج الأرواح الشريرة. في هذه المنطقة على الأرجح أخرج أرواح شريرة من مريم المجدلية 7 أرواح، فطبعاً كانت مديونة بالمحبة تبعت يسوع وخدمة يسوع. شرف كبير إنه إحنا نكون في بلدتها، وما زالت الحفريات قائمة، كل يوم عم بيكتشفوا شيء جديد في هذه المنطقة، وطبعاً إحنا كالمعتاد منوافيكم في كل الاكتشافات الجديدة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.